اليوم روسيا بتضبط عقارب ساعتها على توقيت الإمارات، والسبب تاريخي، زيارة رسمية يجريها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لروسيا. زيارة بتنبض على وقع علاقات ثنائية متعددة الأبعاد بين روسيا والإمارات، وبتأتي في سياق إقليمي ودولي بيبحث عن تهدئة ملفات بحضور دولة مثل الإمارات بتحمل مشعل السلام من الشرق الأوسط لأرجاء العالم وصولاً لأوكرانيا. زيارة بتكتسب أهميتها من توقيتها كمان، واللي بيجي بعد يومين من نجاح إماراتي في عقد صفقة تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا، وهي التاسعة من بداية 2024، واللي أسفرت في مجملها عن إطلاق سراح 2184 أسير من كلا الطرفين. الزيارة اللي راح تبدأ يوم الاثنين ما راح تقتصر فقط على المباحثات بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل راح تشمل أيضا مشاركة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة 16 لقادة مجموعة بريكس، وذلك بعد انضمام الدولة لهذا التكتل العملاق في يناير 2024. والقمة راح تستضيفها مدينة كازان الروسية من الثلاث ليوم الخميس من هذا الأسبوع.